السلام عليكم البنات، مزيانين كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. بقيت كنحط لكم الوصفات لحتى حاجه راكم عارفين الظروف ديالي حاليا، ماشي ديال الوصفات ماشي. كنتمنى منكم غير الدعاء في هذه الاوقات هذه، الله يعطيكم السر. انتما راني جالسه في ديك الجلده اللي في وسط سبيطار مينيكير، وقلت علاش ما ندير لكمش واحد الفيديو غير باش يعني نعرفكم فين راني دابا، يعني باش تعرفوا باني مازال في لوبيطال. وهادشي اللي كاين البنات، جمعه مباركه ان شاء الله باش تمنيتو، الله يعطيكم الصحه. شكرا لكم بزاف بزاف على السند ديالكم ليا، شكرا على الدعوات ديالكم، الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم والله يبعد عليكم كل ما هي خيبه. والبنات البنات كنوصيكم تهلاو في صحتكم، صحتكم راه هي الاساس. وش نقول لكم، بنادم مره يمشي يقلب شويه صحتو، مره يمشي يدير شويه ديال التحاليل، يدير لي بيلون ونشوف الدات ديالو شنو فيها، يقلب السكر، يقلب طونسيو، كوليسترول، ما نبقاوش غاديين هكا صافي، يعني غاديين غير كما كنقولوا غاديين غير في الظلام، حتى بنادم كيطيح الله يستر ما كيعرف شنو فيه، كيطيح في خطره. مره بنادم يحلب على الاقل على الاقل غير مره في العام، ما نورمالمون راه خصو بنادم مره في 6 شهور او 3 شهور، ولكن على الاقل غير مره في العام بنادم يمشي يدير لي بيلون ديال السكر، ديال الكوليسترول، الكلاوي. راه صحه راه شنو نقول لكم، راه شي حاجه لا تعوض. يعني راه واخا يكون عندك مال الدنيا مال الدنيا وما فيها، ولكن الا ما عندك صحتك قسما بالله ما تحسش بالطعم ديال الحياه. انا ما نكذبش عليكم، حاليا كنقول يا ربي نعس غير ساعه المدانه او لا غير نص ساعه، نحط راسي ونعس، ما نفكر ما نخمم حتى حاجه، ولما نعس مرتاحه. وتقولوا يا البنات، تقولوا راحت البال راه شي حاجه، الله يعطينا راحة البال، الله يسرنا فوق الأرض حتى يسر الله سبحانه وتعالى تحت التراب. هادشي اللي غنقول لكم البنات، هادشي اللي غنقول لكم، وكنتمنى منكم مزيدا من الدعوات هاد الليلة الجمعة المباركة. غادي نحاول واحد الفيديو دابا إن شاء الله باش يوصل لكم، ودعوا معايا خواتاتي. واش غنقول لكم، كنشكركم، كنشكر حتى الناس اللي ما كتعرفنيش، يعني كتسلمي داك غير بالدعوات، كنشكرهم حتى هما. كنشكر الناس اللي كتعرفني والناس اللي كتجي عندي في الدار واللي كتسول عليا في التليفون، ومهم كاع جميع الناس اللي واقفه معايا كنشكرها جزيل الشكر. كنقدم لهم تحيه خاصه، وكنقول لهم يعني كنتمنى لكم جنه الفردوس في هذه الليله العظيمه عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذه العواشر الكريمه. كما قلت لكم البنات، سمحوا لي راه قطعت لا فيديو هكذا واحد السيده ما بغيتش نشدها. وكنشكركم كما كنقول لكم، قلت لكم كنشكر كاع الناس اللي مسانداني، كاع الناس اللي واقفه معايا، كاع الناس اللي سمعت هذا الخبر ديال مرض الزوج ديالي وقفات معايا وساندتني وبكات معايا وتألمات معايا، كنشكرهم بزاف 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 بزاف. يعني واخا يعني نشكرهم حتى العيا، راه ما نقدرش نوصف لهم يعني الدعوات اللي كندعي معاهم، وربي اللي غيجازيهم ان شاء الله يا ربي هاد الليله العظيمه وهاد الشهر المبارك العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهادشي اللي كاين البنات، بغيت نشارك معكم هاد الفيديو باش نقول لكم راه اني مازال في لوبيطال في الرباط في السبيطار العسكري. ودعوا معايا البنات، باقي كما كنقولوا مازال الامور شويه مستمره مازال، ولكن الحمد لله كاينين بعض الاخبار اللي الحمد لله مزيانه، اللهم لك الحمد. ولكن مازال شويه المرحله الصعبه مازال، ولكن حتى حاجه ما صعيبه عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. يحيني في الله سبحانه وتعالى البنات، ديروا يحينكم في الله. كما كنقولوا، هزوا الملف ديالكم رفعوه لله سبحانه وتعالى، قولوا اللهم اني وكلتك امري. يعني ملي كتوكل امر الله سبحانه وتعالى صافي، غير خرجي غير كما كنقولوا غير رجعوا الله. الحمد لله انا موكله امري الله سبحانه وتعالى،
يعني كما قلت لكم العافيه ديالتي عند الله سبحانه وتعالى، هو اللي غادي يفكها ليا، هو اللي غادي يعاونني، هو اللي غادي يعني هو اللي غادي يسيفط ليا وغادي يسر ليا الناس اللي غتعاونني، الناس اللي غادي توقف معايا، تزيد توقف معايا في هذه المحنه هذه ديالي. وهادشي اللي كاين البنات، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وعواشركم مبروكه. حتى شي فيديو ان شاء الله اللي غادي نزيد نعطيكم اخبار ان شاء الله، شي خبر ان شاء الله يكون مفرح اكثر من هكا. اما دابا الحمد لله مازال الزوج ديالي في السبيطار، ومازال الحمد لله كيعطيوه شي دواء، وكيديروا له هذا التحاليل والراديوات وهذا، ولكن الحمد لله كنتمنوا الخير ان شاء الله، كنتمنوا الخير من الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين البنات، وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم لا فيديو، حتى الفيديو لاخر ان شاء الله ادعوا معايا تكون شي اخبار زوينه، شي اخبار مفرحه. يلا البنات نخليكم، نخليكم تسمعوا شويه صوت العصافير وغادي نقطع على فيديو. شكرا شكرا، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.